ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي محمد القبيبان. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، بداية، ما دلالات استهداف ميليشيا الحوثي لمطارات مدنية في المملكة؟ يا أهلا وسهلا وحياك الله والسادة المشاهدين. يعني أنا أشوف أن هذه استمرار العمليات العبثية، يعني لا أكثر ولا أقل. عمليات الحوثي الآن واقعيا ودفتريا هو تحت ضغوطات، لأنه الدعم الرئيس للحوثي هو كذلك تحت ضغوطات، فلا بد من تنفيذ أجندة، يعني يريد منها ويراد منها إيصال رسالة: نحن هنا ونحن نقاوم وإلى آخره. ولكنها في الأخير، يعني كان في البداية صحيح هنالك بعض الاستهدافات، ولكن الحمد لله الآن رأينا أن كل ما يحاول الحوثي بإرساله يتم التصدي له بكل حرفية وفق القانون الدولي، بكل شفافية. التحالف يتحدث عن طريق يعني المسؤولين المختصين بأنه تم استهداف المكان، الموقع الفلاني، وتم التصدي له. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي هي يعني يتحدث عنها، ما يقوم به هو فعليا ما يقوم به كما تقوم به العمليات المجموعات الإرهابية: التصدي للمواقع المدنية، التصدي للمرافق المدنية ليس لها علاقة بمجهود الحرب، وهذا يخالف ويتنافى مع القانون الدولي، بل تعد جرائم حرب. لذلك أنا لا أعد هذه التصرفات إلا أنها تصرفات عبثية. ويجب أن لا ننسى أن هنالك إعلام مطبل، إعلام يشيد بهذه العمليات، إعلام يريد أن يجعل من الحوثي بأنه نجح في استهدافه، في عملياته، في استراتيجيته. هو لا يوجد لديه أي نوع من الاستراتيجية سوى أنه يعني يتهجم على المواقع المدنية وبصورة عشوائية، فعلا صور عشوائية. هذه الطائرات التي حصل عليها، هل من المعقول أن يتم تصنيعها في صنعاء وتجميعها في صنعاء أو أي مكان؟ لا يا سيدتي الفاضلة، هذه تحتاج مراكز بحوث، تحتاج دراسات، تحتاج ميادين رماية، تحتاج خبراء، تحتاج مناطق للتجارب قبل أن يتم استخدامها. من الذي لديه هذه الأمور؟ هو الداعم الرئيس إيران. وعلى فكرة هنالك من يدخل في الخط لدعم الشق أو لدعم هذه الجماعات، يعني محاولة إيجاد فجوة ما بين اليمنيين أنفسهم. يعني حضرتك أكيد تابعت قبل كم يوم العمليات الإرهابية، أنا ما أسميها العمليات الإرهابية، في معسكر الجلاء وكذلك في منطقة أمن ومنطقة شرطة. وإلا ما الفائدة يعني من استهداف أبرياء يقومون بعمل أمني وتقف السيارة وتقوم بالتفجير؟ هذه عمليات داعش القاعدة. بالفعل كما ذكر أستاذ محمد، يعني المتحدث باسم التحالف كشف أن هناك تنسيق بين الحوثيين وداعش، ماذا يعني ذلك برأيك؟ والدليل واضح، الدليل واضح. يعني القوات في الجنوب قامت بعمليات أمنية مميزة، لم نسمع عن حوادث يعني تفجيرية منذ فترة طويلة، لم نسمع عن ما يدعون بإطلاق صواريخ على العاصمة المؤقتة. ولكن هذه العمليات تأتي في إطار، خلينا نقول في إطار الدعم للجماعات الإرهابية من دول فاعلة للأسف. يعني دول لديها المال، دول تلعب على مستوى دولي لديها المال وتغذي هذه الجماعات. فهناك تواصل ما بين إيران وما بين الداعمين لهم في قطر، لأنه من يفهم المشهد الداخلي بعد قوات التحالف واليمن هم من كانوا مشاركين في التحالف، ولذلك هنالك من يدعم هذه الجماعات. فهي شبكة متعاونة تعمل مع بعض. ولكن خليني أوصل رسالة هنا للسادة المشاهدين: قوات التحالف تقوم بدورها على أكمل وجه. القيادة المشتركة، فخامة الرئيس بقيادة الجيش، الجيش اليمني الوطني يقوم بعمليات مميزة. ولكن من يحاول أن يسقط إسقاطات بأن هنالك خلافات ما بين أعضاء التحالف، ويحاول أن يستغل وهو يرى في أن هذه فرصة للجماعات الإرهابية بأن تعمل وأن تعبث في اليمن، ولكن لم يصلوا. صدقيني أنا أقول لك لم يصلوا، لهم فترة طويلة من الزمن. قوات التحالف تقوم كما قال سيدي سمو ولي العهد، نحن نعمل على النفس الطويل بتحرير أجزاء ونتأكد بأن لا يعود مع الجيش الوطني، مع الأخوان في الجيش الوطني في اليمن، بأن لا يعود الحوثي إلى ما يتم تحريره.
نعم صحيح. إذن كان معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي محمد القبيبان، شكرا جزيلا لك.